بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بكل الخير وعساكم على القوة. أنا أمينة العبدالله رح أكون متواصلة معاكم يومياً على مدار أيام الأسبوع من السبت إلى الأربعاء، وعلى مدى ساعة كاملة من الواحدة إلى الثانية ظهراً من خلال عيادتكم المسموعة طبابة ألف. طبابة ألف اللي بيحمل في طياته الكثير والعديد من المواضيع الصحية والاجتماعية والتوعوية والتثقيفية، مع نخبة من الأخصائيين والاستشاريين بجميع التخصصات وبكل مصداقية. الجديد والمميز بنطرحه يوميا من خلال طبابة ألف، فاليوم رح نتكلم عن علاج مشاكل التأخر في زراعة الأسنان. لكل اللي بيعانون من أي مشاكل في أسنانهم أو بتعانون من زراعة في الأسنان، حابين تتواصلوا معنا في حلقتنا لليوم. لكل اللي حابين تشاركوا معايا عبر الاسم اس مشتركين الاستيسي على 847700 ومشتركي موبايلي على 640660 ومشتركي زين على 746262. أما بالنسبة للتواصل المباشر والمجاني فرح يكون عبر الرقم 02-61-61-100، واللي حابين أيضا يتشاركوا معايا على تويتر بإمكانكم أنكم تتشاركونا عبر الأكاونت @ألف ألف أف أم. وحول مشاكل التأخر في زراعة الأسنان رح يكون ضيفي لليوم الدكتور نورس خير الله، أخصائي أمراض اللثة وزراعة وتجميل الأسنان من عيادات إبلاء بجدة. مساك الله بالخير دكتور نورس، حياك الله معايا من جديد، حياكم الله عيادات إبلة معايا من جديد في طبابة ألف. رح نتكلم عن مشاكل التأخر في زراعة الأسنان. يمكن كثير دكتور بيزرعون أسنان بيعانون من مشاكل عقب الزراعة، أو مثلا بيقول لك هل إحنا نقدر نزرع أسنان أو لا. طيب أنا حابة في البداية يعني ما حدخل مين الأشخاص أو يعني الأسئلة اللي عادة إحنا دائما بنسألها، أبغى أسأل كم الشخص المفروض إنه ينتظر بعد ما يخلع السن؟ تمام. قد إيش المفروض إنه ينتظر يعني فترة؟ وهل ممكن أنت في حالة لما تجي تزرع السن وتخلعه هل في بديل أو بيكون العادي يعني؟ تمام. هلا يفضل دائما عدم التأخير بعد خلع السن. يفضل أن نزرع أسرع ما يمكن. أحيانا بنحط زرعة بنفس يوم الخلع. بنسميها زرعة فورية. وأحيانا ننتظر مدة من شهرين إلى 4 أشهر حسب ضرورة الحالة. بس مش كثير دكتور نورس إن تنتظرون 4 أشهر؟ أحيانا إذا في التهاب بالعظم، إذا في في تطعيم للعظم، نستنى حوالي 4 أشهر حتى يمسك العظم الجديد وساعتها بنزرع. إنما بالمجمل يفضل عدم تأخير زراعة الأسنان. إذا نحن بنفضل إما نزرع بنفس اليوم أو إنه إذا تأخرنا، خاصة في المنطقة الأمامية هي منطقة حساسة تجميلية. صحيح. فأحيانا من أجل الزراعة لبعد شهرين حتى اللثة تأخذ شكلها النهائي نقدر نحط الزراعة بشكل تجميلي. فدائما نصيحتي للناس وقت يخلعوا السن ما يتأخرون في الزراعة، لأنه المشكلة بتصير خسارة في العظم بعد سنة من الخلع بشكل كبير كنسبة مئوية مقارنة مع الأشهر الستة الأولى من الخلع. نعم. بالنسبة لسؤال حضرتك إنه هل بنقدر نحن يوم الخلع يكون في حاجة، طبعا بيكون في جهاز مؤقت أو جسر إلصاقي مؤقت بنحط بنفس لحظة الخلع. نعم. يعني بتحطون سن مثلا بديل بس طبعاً. يعني حاجة مؤقتة بيكون. حاجة مؤقتة. تمام. نعم. تمام. لأنه تعرف صعب دكتور مثلا حتى خاصة والله لو في شهر الأمامية حتى لو أسبوع مو حتى شهر. لو ساعة. صحيح. صحيح صعب الإنسان بيطلع بدون صحيح. سن يعني في فراغ. صحيح. طيب خلينا نتكلم، انت قلت عساس ان تفضل ان يكون بشكل سريع يعني. تمام. لو في نفس الوقت قلت انت تفضل انك تزرع دكتور نورس. تمام. طيب عساس انها تتفادون لو كان ممكن تحدث مشاكل. تمام. طيب دكتور نورس شين المشاكل اللي ممكن تحصل لو حدث تأخير شهر شهرين ثلاثة. تمام. او 14 مثل ما انت قلت. تمام. المدة الزمنية مدام ما حنحددها مثلا شهر شهرين مدة التأخير، اما بشكل عام نحن ضد التأخير بالزراعة. يعني احيانا بيكون نحن نضطر نأجل العملية 4 أشهر احيانا. إنما مشاكل التأخير في زراعة الأسنان هي التالية. الزرعة طبعا حتى تكون ناجحة لازم تكون محاطة بعظم سليم صحي وقوي. العظم مثله مثل أي عضو في الجسم، إذا ما في وظيفة لرب العالمين خلقه إياها فهو هذا حيضمر ساعته. وظيفة العظم أنه يحمل الأسنان أنه يتلقى قوى المضغ. فإذا كان خلعنا السن وما عوضنا أو ما حطينا زرعة، هذا العظم مع الوقت حيضمر، وبالتالي حتصير عملية زراعة صعبة أو إجراءاتها أطول. إذن هذه أول مشكلة من تأخير زراعة الأسنان. المشكلة الثانية هي أسنان الفك المقابل تتطاول أحيانا لدرجة أنه تصير بارزة بشكل كبير نضطر نخلعها كمان. يعني الأسنان الأمامية هذه دكتور؟ لا أي سن مثلا أي سن, أي سن خلعناه. أوكي. السن المقابل له بالفك المقابل حيلاقي فراغ فحيهاجر عليه.
هذا السن حيهاجر يعني سبحان الله فعلا يهاجر لهذا الفراغ. يطول السن تماما. هذا أول مرة بحياتي أسمعها. يطول السن. فإذا طال لدرجة كبيرة واصطدم باللثة بالفك السفلي أحيانا بنضطر نخلعه أو نسحب عصبه ونقصره بكمية كبيرة كثيرة. طب ليه ما تبردونه مثلا دكتور؟ إذا كان بدرجة بسيطة ينبرد صحيح. بس أحيانا يجونا ناس مثلا متأخرين بالزراعة سنوات. فما عاد فينا نعمل حاجة. المشكلة الثانية أيضا غير التطاول الأسنان المجاورة للفقد تميل باتجاه الفقد كمان. يعني كمان هذه مشكلة بتصغر المسافة. يعني وخاصة كمنطقة أمامية تجميليا حيصير الوضع صعب. المشكلة الثالثة عندنا نحن في شغلة اسمها الجيوب الفكية موجودة بالعظم. هاي الجيوب هي عبارة عن حفرة غازية موجودة ضمن عظم الفك. هذه الحفرة وقت بتلاقي انه السن غاب حتروح تمتص العظم تبعت السن وتهاجر للأسفل وتخلي أيضا الزراعة عملية أطول بعدين نضطر نردمه لهذا الجيب الفكي. برضو في مشكلة رابعة بلاحظها كتير بالعيادة بيجينا شخص خالع أسنانه الخلفية. وللأسف معظم الناس بيركزوا على أسنان أمامية وبينسوا أنه الخلفية هي أهم شيء للمضغ. لأنه بيكون عندهم أهم شيء قد تجميل تماما بس مش عارف يعني أنه عضلات الوجه حترتخي لأنه هذه شغل مش ما بيعرفوا عرفتي كيف الأسنان يعني حتى الخلفية بيأثر على شكل الوجه حتى ناحية تجميل مهم جدا طبعا صحيح أكيد. والشغلة الثانية برضو أنه الأسنان الخلفية وقت صارت مفقودة صار المضغ والأكل عم يصير على الأسنان الأمامية. هذا الشيء بيخلي السن الأمامي يتحمل ضغط أكثر من اللازم يتحمله فبتلاقي بروز للأسنان الأمامية. يعني بيجوا الناس لعنا بيجوا بيقولوا لي دكتور بدنا نعمل تقويم لأن أسنان الأمامية بارزة نطلع بنلاقي الأسنان الخلفية مفقودة. المشكلة مش أنتوا تقويم المشكلة إنه أنتوا حملتوا هاي الأسنان جهد وظيفي فوق حده تأخرتوا في زراعة الأسنان بالمنطقة الخلفية فأدى إلى ميلان الأسنان الأمامية وبروزها. نعم هذه معلومة مرحبة يعني الناس اللي الحين بيسمعونا دكتور نورس وعندهم ما في أسنان خلفية وصار في بروز عندهم في الأسنان الأمامية هذا معناته أول شيء المفروض إنهم يسوونه يكون في جسور أو يزرعون أسنان بالخلف. طبعاً طبعاً. يعني طبعاً. حتى لو سوى تقويم ما رح يفيده ما رح لا ينفع. طبعاً أصلاً ما في أسنان يرتكزوا عليها للتقويم إذا ما في أسنان خلفية. يعني طبعاً هذا برأيي دائماً هذا الموضوع بحب نسقه دائماً مع طبيب التقويم بس بشكل عام الحالات اللي عم نحولها للتقويم ما في أسنان خلفية بلاقي طبيب التقويم زملائنا بالتقويم بلاقوا إنه مشاكل فيها بفضل إنه نزرع لهم أسنان حتى يحطوا عليها أقواس يشدوا عليها التقويم. حلو. فهي بشكل عام مشاكل التأخير الموجودة في عن تأخير زراعة الأسنان يعني بنصح دائما أنه ما نتأخر فيها. حلو طيب حابة أسألك عن يعني بالنسبة للأشخاص اللي يبون مثلا يسوون زراعة في الأسنان دكتور وكان عندهم مثلا التهابات في اللثة أو عندهم مثلا خراج في اللثة هل يعني بيستطيعون أنهم يعملون زراعة فورية أو المفروض لا أنت حتى تنتظر وتعالج؟ هذا سؤال ممتاز هذا. نعم. إذا في مدام إذا في خراج أو التهاب بالعظم إذا طبعا التهاب حاد أكيد ما فينا نزرع بنفس اليوم لأن هذا التهاب حينتقل للزرعة. نعم. وحتفشل لا سمح الله زرعة بعدين. الزرعة دائما لنجاحها مثل ما قلنا بده يكون محاطة بعظم ولثة سليمين وصحيين. فإذا طبعا كان خراج إذا كان في التهاب بسيط مزمن يعني ما في أعراض حادة ما في آلام ما في إلى آخره وبحال خلعنا السن ونظفنا هذا الالتهاب ووجدنا أنه فينا نحط الزرعة بكمية عظم كافية تؤمن ثبات أولي للزرعة بنفس يوم الزراعة فمنحطها. بشكل عام أنا بفضل أني أجل الزراعة يعني وقت يجي بفضل أنك تأجل هذا مش من عندي القرار طبعا هاي دراسات علمية بتقول أنه مثلا الوقت بيكون في عنا أبسس خراج يفضل نأخر الزراعة لأنه ما منحقق ثبات أولي للزرعة ولأنه الحفرة العظمية ملانة جراثيم فالمفضل أنه تتنظف ننتظر حوالي شهرين ونزرع. بس إذا كان كمية التهاب بسيطة أو آفة بسيطة على جذر السن وخلعنا ونظفنا العظم وكان عنا عظم كافي لثبات الزرعة الأولي فما في مشكلة بس بشرط يتاخذ احتياطات وإجراءات الطبيب هو أدرى فيها طبعا. صحيح نعم. بس الخراج دكتور يعني لأن كثير ناس مثلا بيجيهم خراج بس بيهملون في علاجه بصراحة صحيح. يعني بيصيروا يحطون على أي شيء حتى من البيت مثلا بيحطون على أي شيء صحيح. يعني ناسين إنه هذا خراج يعني ممكن اللي من المعلومات اللي أنا بعرف إنه ممكن يوصل للدماغ يعني هلا يعني ما بيخوفهم بس هذا الصحيح يعني إحنا من خلال طبابة ألف أنا لازم أوعي الناس طبعا أو أي التهاب أو أي مشكلة بالفم حتى التهاب اللثة البسيط في دراسة بسيطة عملت عند الحوامل اللي تم إجهاض الأطفال عنده دراسة بسيطة طبعا وجدوا إنه التهاب اللثة عندهم كان أكثر يعني كان مترافق معه. هل هو السبب؟ لا ما فيني أقول هو السبب بس هو مجرد إنه ترافق هالعرضين مع بعضهم عرض الالتهاب اللثة مع مشاكل الحمل.
الخراج أو أي مشكلة بالفم لها علاقة بالجسم طبعا. أكيد لازم تتعالج. نعم. طيب السؤال الأخير رح نبدأ ناخذ مشاركات مستمعينا الكرام عبر الـ SMS وعبر أيضا تويتر وعبر المشاركات الهاتفية. آخر سؤال عندي لك دكتور نورس، لو في حالة التأخير بالزراعة، صار في تأخير مثلا الشخص زي ما قلت ممكن يقعد 4 شهور 5 شهور 6 أشهر، شين الحلول الأخرى المتاحة للشخص؟ تمام. طيب ممتاز. هلا 4 5 أشهر 6 أشهر كله ضمن نطاق معقول كثير، بس حال لك أكثر من هيك كمان، إنه الشخص تأخر علينا 6 سنوات. ممكن 6 سنوات. ممكن الناس يجوا من زمان مش زارعين أسنان. نعم. الطب تطور الحمد لله. أكيد. وكل حاجة ليها حل، بس المشكلة إنه زاد على المراجع الوقت اللي عم يروح ويجي فيه، زاد صعوبة العلاج على الطبيب، صار بده التداخل أكثر من اختصاص، وزادت التكلفة المادية كمان على الشخص، وهذا عامل مهم. صحيح. يعني مثلا إذا أجى شخص، أعطيك مثال بسيط، نحن قلنا أنه التأخير في زراعة الأسنان بسبب ضمور عظم. ماشي. هذا ضمور العظم ليه حل، صار هي اسمه تطعيم العظم. يعني نحن نجيب مواد أو ناخد من جسم الشخص نفسه قطعة عظم وندمجها مع العظم القديم. إنما هذا الشيء عم يسبب تكلفة إضافية، عم يسبب جراحات إضافية، الشخص في غنى عنه لو كان مبكر بالزراعة. صحيح. الجيوب الفكية اللي هاجرت وكبرت. كمان في عملية اسمها ردم للجيب الفكي، أيضا نفس المشكلة، صار لابد من تداخل أكثر من اختصاص بالحالة، لابد نتعامل مع جراحين الفكية حتى يردموا الجيب، بعدين طبيب حتى يعود أو يشتغل بالزرعات. برضو بروز الأسنان اللي بيصير أو ميلان الأسنان مثل ما تفضلتي حضرتك، ممكن نسحب عصب السن ونقصر نبرد منه، بس نحن كل حاجة ليها حل، إنما يفضل إنه ما نتأخر حتى نجنب حالنا الصعوبات اللاحقة بالعلاج. نعم. يعني المفروض إن زي ما نقول على السريع على السريع على السريع على السريع. تمام. طيب احنا رح نطلع فاصل دكتور نورس، بس ان شاء الله رح نرجع نواصل معكم مستمعينا الكرام، كل اللي عندهم اي سؤال او اي استفسار حابين تطرحون على ضيفنا لليوم الدكتور نورس خير الله، اخصائي امراض اللثه وزراعه وتجميل الاسنان من عيادات ابلا بجده. للي حابين يطرحون كل اسئلتهم واستفساراتهم سواء عن تاخر في زراعه الاسنان او عندكم اي مشكله اخرى حابين تطرحونها بتعانون منها انتم ولا ابنائكم، حابين تشاركوا معي بطرح هذه الاسئله عبر الاس ام اس مشتركين الاستيسي على 84770 ومشتركي موبايلي على 640660 وبالنسبة لمشتركي زين على 746262، واللي حابين أيضا يتواصلوا معنا بشكل مباشر إحنا بانتظاركم عبر خط هاتفنا المجاني 02-61-61-100 وتشاركوا معايا أيضا على تويتر على @ألف ألف أف أم. فاصل ورح نرجع نواصل، فأبقوا معنا. عودة من جديد مستمعينا الكرام مع عيادتكم المسموعة في بابة ألف. أذكركم إن موضوعنا لليوم عن مشاكل التأخر في زراعة الأسنان. لكل اللي حابين يتواصلوا معنا في موضوع مشاكل التأخر في زراعة الأسنان، إذا كنتم بتعانون منها أو إذا كان عندكم أي مشكلة ثانية حابين تطرحونها على ضيفنا لليوم الدكتور نورس خير الله، أخصائي أمراض اللثة وزراعة وتجميل الأسنان من عيادات إبلا. لكل اللي حابين تشاركوا معنا عبر الاسمس مشتركين الاستيسي على 84770 ومشتركي موبايلي على 640660 وبالنسبة لمشتركي زين على 746262. أيضا أنا بانتظار مشاركاتكم معي عبر خط هاتفنا المجاني 02-61-61-100 وتشاركوا معي أيضا على تويتر على @ألف ألف أف أم. على بال ما الكنترول جهزوا لي الاتصالات، رح أبدأ أول شيء بالاسمس دكتور نورس. بتقول بنتي عمرها سنة وأربعة أشهر ولم يخرج لها أي سن، شنو السبب؟ إيش رأيك؟ يعني هذا الموضوع لازم مراجعة أخصائي طبيب أسنان الأطفال، بس مفروض أنه تراجع. سنة وأربعة أشهر ولا سن أبدا ولا بالقواطع الأمامية؟ ذاكر أنه ولا سن بالضبط دكتور، ولا سن، يعني سنة وأربعة شهور يفضل تراجع الطبيب. يفضل انها تراجع الطبيب، طبيب اسنان اطفال. طيب ايضا سؤال ممكن عن تسال عن مرض السكري وزراعه الاسنان. ما في اي مشكله اذا السكري مضبوط، دائما هذا السؤال بيجينا دائما، انه مش بس لزراعه الاسنان، حتى وقت نشتغل تجميل الشخص بقول يا دكتور انا معي سكري، ما في مشكله اذا السكري مضبوط دوائيا، فما في اي مشكله، يعامل معامله الشخص الطبيعي تماما، ما في اي فرق بينه وبين الشخص الطبيعي. نعم. عادي ما في اي مشاكل اذا سكري مضبوط، يعني اذا لازم يكون السكر مضبوط طبعا، يعني مش بس للزراعة، الاسنان الطبيعيه حتى ما يخسر اسنانه الطبيعيه كمان. نعم. ايضا دكتور بيقول عندي السواك بالفرشه لثتي بتنزف وبحس ببروده في اسناني، ابو محمد من الدمام.
لثته تنزف وقت سواك بالفرشاة دائما النزيف بحس ببرودة بعد. طيب حنبلش بالنزيف. النزيف اللثي هو أول علامة من علامات التهاب اللثة. بيروح على طبيب أسنان بيعمل تنظيف أسنان كل 6 أشهر إن شاء الله بتنتهي المشكلة. المشكلة الثانية ربما السواك نفسه عم يكون خشن وراض على اللثة، فبدو ينتبه إلى طريقة التسويك يعني. البرودة بحس ببرودة، أظن أصدر بحس بحساسية على البارد. هاي موضوع كبير كتير، حساسية ربما يكون في تسوس عندك عم تتحسس من البارد. أوكي. ربما جذور الأسنان منكشفة شوي فعم تتحسس على البارد، فما الحساسية على البارد بالذات لابد من فحص على كرسي حتى نعرف شو المشكلة تماما. حلو. طيب أيضا بيقول أنا عندي خراج تحت الضرس من 6 شهور. من 6 شهور دكتور، يقول بس مش حاسس بألم، هل في طريقة للتخلص من هذا الانتفاخ أو من الخراج؟ هلا هو هذا رجعنا لموضوع اسمه خراج مزمن. المزمن يعني ما في ألم، هذا صار مزمن دكتور، هذا خراج مزمن لابد من علاجه، لابد مراجعة طبيب الأسنان حتى يعالج لك الخراج. مثل ما تفضلتي مدام قبل شوي، الخراج ممكن يتطور يكبر يسبب تآكل في العظم المحيط بالسن، وهذا شيء نحن لا أنت بتريده ولا نحن نردك يا صحيح. مستمعينا الكرام كل اللي حابين يتواصل معنا، حابين تطرحون أي سؤال أو أي استفسار على ضيفنا اليوم سواء بزراعة الأسنان أو أي مشكلة ثانية بتعانون منها في لثتكم بأسنانكم، وحابين تشاركوا معنا في حلقتنا لليوم، للمشاركة معي عبر الـ SMS مشتركين للـ STC على 847700 موبايلي على 640660 وزين 746262. أيضا شاركونا عبر خط هاتفنا المجاني على 02-61-61-100، وبانتظار أنا بعد مشاركاتكم على تويتر على @ألف ألف FM. وأشكر كل اللي بدوا يعني تشاركون معنا على تويتر. طيب رح أرجع المسجات للمشاركات الهاتفية. عمار ولا عماد؟ عماد من مكة. عماد ألو. يا هلا يا عماد، تفضل. الله حييك يسلمكم ان شاء الله، كيف حالكم؟ طيبين ان شاء الله. ما ادري الدكتور معي؟ اي معك انت على الهواء. طيبين وتفضل حياك يا دكتور حبيبي. انا قبل 3 شهور تقريبا نفس اللي تفضلت انت تو قبل شويه، قلت انه التهاب مزمن، بس دكتور قلت لي انه لازم خلع السن الضرس. تعرف الضرس الخلع مش ما ادري ايش في طريقه، هل لازم اخلع الضرس او اعالجه زي ما هو؟ أخ عماد، هو شو اللي صاير مشكلة عندك ياها؟ قلتي خراج تحت السن وما عاد صفي ألم منه، ما هيك؟ نعم إيه. سن أمامي ولا خلفي؟ لا ضرس تحت في اليسار. تحت في اليسار. خلفي. إيه. يعني علاج عصبه بيكون أصعب من الأمامي، مش هيك سألتك كان وين مكانه؟ شوف أخي الكريم، هلا طبعا أكيد ما في شيء زي اللي رب العالمين خلقنا إياه، وإذا فينا نحافظ على السن نفسه ممتاز. ربما طبيبك قدر إنه سنك هذا صعب العلاج بسبب مثلا تآكل شديد فيه. في شيء بنسميه نحن نون ريستورابل توث، سن غير قابل للترميم، يعني حتى لو عالجته انت ما رح تقدر تعمل تلبيسه تمسكه منيح، فبنفضل نخلع بكير حتى نحافظ على العظم الموجود قبل ما يتخرب اكثر بالخراج مزمن، وبنقدر نزرع ساعتها. تقييمي للحاله ما فيني سامحني اعطيك جواب دقيق لاني ما شايف صوره اشعه قدامي وما لي شايف سنك امامي، بس انا التالي نصيحتي لك هي التاليه. اذا طبعا يفضل علاج السن اكيد لا. السن اللي رب العالمين خلقنا اياه يا ريت نقدر نحافظ عليه. هذا اللي انا خايف عليه، ما أيوة. ما ودي اروح الاوبشن حتى الخلع لاخر شيء. طيب طيب استشير، انت مستشر طبيبك، استشير طبيب ثاني كمان، خذ رايه وورجيه صوره الاشعه تبعك، اذا قال لك انا بعالج لك اياه ممتاز، اذا ما تعالج معه بيكون معك راي طبيبين بالخلع، ساعه تخلعه لانه ما بيصير يبقى الالتهاب او الخراج موجود بفمك. نعم اخوي عماد، اذا عندك اكاونت في تويتر صورنا المنطقه اللي انت بتشتكي منها، حط الصور على تويتر وانا راح اعرضها على الدكتور. واذا في صوره اشعه يا ريت كمان. واذا في صوره اشعه بعد صورها وحطها لي على تويتر، وانا ان شاء الله راح اخلي الدكتور يشوفها ويشخص لك حالتك. شكرا لك. ناخذ ايمن معنا. ايمن الو. طيب ناخذ احمد من الدمام. احمد الو. الو الو. وعليكم السلام. احمد ارفع صوتك لو تكرمت. بس اتكلم الدكتور. اتفضل اخوي. السلام عليكم دكتور. وعليك السلام يا احمد. بس بالنسبه للصفار حق الاسنان هذا كيف يكون علاجه؟ نعم شكرا. صفار حق الاسنان. طيب نعم. خلاص اوكي. طيب نجاوب على السريع دكتور. إيه. إذا كان صفار سطحي يعني مثلا بسبب الشاي القهوة التبغ الملونات، هدول علاجه بسيط، تنظيف أسنان عن طبيب الأسنان واستعمال معجون أسنان مبيض. إذا كان الصفار ببنية السن نفسه فعنا أكثر من حل، منا حل العدسات الأسنان التجميلية اللي غطيناه كثير هذا الموضوع بالراديو وعم نغطيه كثير بالعيادة برضو. في صفار عادي هو الصفار الطبيعي للسن ممكن ينحل بتبييض الأسنان يعني. نعم. ف
فهي حلول بشكل مختصر. نعم ناخذ سعد معنا من الرياض. سعد ألو. 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 ألو نعم يا سعد تفضل. ألو نعم حياك يا سعد أنت على الهواء. فهد مساك الله بالخير. حياك مساك الله برضا والسرور تفضل أخوي فهد. عندي سؤال للدكتور الله عافيك. مساك الله بالخير دكتور. أنا يا فهد بالله لو سمحت أنا بالنسبة للحشوة حق الضرس الله طول عمرك عندي أنا سمعت إنه لها فترة معينة ولا بد أنها تبدل. أنا سويت حشوة ممكن لها 15 سنة ما شاء من الرصاص الأول اللي قبل ما هذا ممتاز إيه. الأصلي هذا كان يجي وكالي هذا لا فما أدري سمعت يقول لك الدكتور وكالة بعد كان يجي فما أدري هل من الضروري إنه لابد أن تبدل الحشوة ولا تبقى على وضع هذا بالنسبة للحشوة. والسؤال الثاني الله يطول عمرك هل أضراس العقل هل هو فعلا ما لها علاج إلا بالشيل يعني ما يصلح لها حشوة ما يصلح لها كذا انزل وبنحفظ بالله لو سمحتي وبالنسبة لل تسوي زراعة أسنان هل فعلاً إنه الفلبين هي الدولة الرائدة في هذا المجال الله يعافيك. طيب ماشي. زين فهد بشكر وإذا الحشوة مالتك زين أنا أشوف إنك تخليها. إيه طبعاً أكيد. إيه أخ فهد حنبدأ الشغلة شغلها لأن إحنا حشوة الضرس دش أنا في مرة راجعني مريض بالعيادة ما شاء الله الحشوة بفمه 35 سنة. تصور يعني ليش مدة زمنية حشوات الرصاص القديمة زي أنا ما أمزح لك وكالة فعلا حشوات القديمة كل حاجة قديمة تأية ما شاء الله متقنة أكثر طبعا حتى الحشوات الجديدة هلأ التجميلية خاصة صارت لها عمر افتراضي طويل جدا مين بيقرر أنه نغير حشوة السن بتروح لها طبيب الأسنان وبتورجي سنك إذا كان في تكسر بحواف الحشوة أو فيها مشاكل فهو حيقلك غيرها إذا ما فيها مشاكل خليها بفمك نعم. في ناس بيفضلوا أن يشيلوا كل شيء اسمه رصاص في ناس بيفضلوا يشيلوا كل شيء رصاص أو يحطوا بداله حشوة بيضاء طبعا أنا مش مع هذا الرأي مع كل احترام للرأي الثاني طبعا إذا الحشوة ما لها مشاكل سريرية لا نعم. تغيرها هذا طبيبك بيقرره بالنسبة لأضراس العقل أنا من الناس اللي بيفضلوا أنه ينخلعوا لصعوبة علاجهم بس أحيانا ضرس العقل مهم جدا يعني مثلا إذا شخص خالع السن المجاور لضرس العقل وبقيان عنده ضرس العقل وضرس تاني قدامه فلازم الحفاظ على ضرس العقل حتى نعمل كوبري مثلا إذا ما بده يزرع إذا ما بده يزرع سن محل فقد لا نختم بالسؤال الأخير بالنسبة الدولة الرائدة بزراعة الأسنان طبعا هي السويد أمريكا هون ما شاء الله بدول الخليج الزراعة ممتازة جدا طبعا طبعا عشان السعر انا اتوقع سنه رخيصه كده اي ليش عم اقول لك انه هون مثلا ممتازه نحن بنعرف اسماء الشركات اللي تستهلك فيها الزراعات الزراعه مثل ما قلت لنا انت حشوه الرصاص قلنا لك مزحنا معك قلنا لك وكاله برضه الزراعات هنا شركات تجاريه مختلفه فالوضع الاقتصادي بدول الخليج عم يسمح انه ينحط الزراعات اللي هي اعلى اسماء تجاريه موجوده على مستوى العالم كله فلذلك اعتقد انه هون افضل من الفلبين وبكثير بصراحة. نعم يعني خليك على هنا يا أنا ما جربت فلبين مسك أعتقد نعم. مستمعينا الكرام كل الحابين تشاركوا معنا بطرح أي سؤال عبر الاسم اسم مشتركي الاستيسي على 84-7700 وبالنسبة لموبايلي على 640-660 وزين 746-262 رح نرجع المشاركات الهاتفية معنا عبد الرحمن من جدة أخوي عبد الرحمن مساء الخير أمينة مساء الخير يا دكتور هلا والله مساء الأنوار حياك تفضل دكتور بالنسبة لكبار السن قد يحتاج إلى أن يركب أسنان أو يزرع أسنان أو يركب أسنان متحركة تمام ما أدري يا دكتور إيش نصيحتك بالنسبة يعني فين الطبيب اللي ممكن يعني يكون يعطينا نتيجة طيبة وما هي الأشياء اللي لابد أنه يعملها نعم. الشخص في البداية نعم شكرا يا مين شكرا لك يا عبد الرحمن إذا تبي تعرف الأطباء المناسبين في علاج الأسنان اسمع طبابة ألف ورح تعرف أحسن الأطباء على مستوى المملكة أنا ما أطلعهم إلا معي تفضل دكتور أول شيء شكرا لأخونا عبد الرحمن هذا السؤال موضوع نسيت أغطيه قبل شوي أنا كبار السن فعلا هو زراعة أسنان أصلا وجدت لهم أول ما بلشت صحيح وسؤاله كثير حلو انه اطقم يعني اسنان متحركه او زراعه هلا تطورت زراعه الاسنان بشكل كبير فطبعا اذا فينك تزرع بحيث انه يكون عندك شيء ثابت بفمك هذا شيء ممتاز صحيح. اما اذا كان العظم فيه مشكله ف
فأحيانا نكتفي بزرعتين في المنطق بالفك السفلي بينحمل عليهم بيدعموا الجهاز المتحرك بيصير أكثر ثباتا. بصراحة أنا برأيي أنه الأجهزة المتحركة اللي من دون زراعة عم تتواجه الانقراض شوي شوي. نعم احنا حنطلع فاصل دكتور نورس، لكن خلينا اذكرهم بارقام تواصلنا اللي حابين يتشاركوا معنا عبر الاس ام اس مشتركي الاستيسي على 84770 موبايلي 640660 وزين 746262. فاصل ورح نرجع ونواصل، فابقوا معنا. طبابة ألف على الموجة السعودية، أخصائيين استشاريين، طبابة ألف العيادة المسموعة. لكل اللي حابين يتشاركوا معنا اليوم في العيادة المسموعة طبابة ألف في موضوع، سواء في موضوع زراعة الأسنان أو إذا كانت عندكم أي مشكلة ثانية حابين تطرحونها على ضيفنا اليوم الدكتور نورس خير الله أخصائي أمراض اللثة والزراعة وتجميل الأسنان، للمشاركة معنا عبر الـ SMS مشتركين للـ STC على 847700 ومشتركي موبايلي على 640660 وبالنسبة لزين على 746262. أيضا لكل اللي حابين تشاركوا معنا بشكل مباشر عبر خط هاتفنا المجاني احنا بانتظاركم على 02-61-61-100، وايضا تشاركوا معنا على تويتر على @ألف ألف FM، حطوا لي اسئلتكم او ايضا حطوا لي الصور اذا كنتم بتعانون من مشاكل محتاجين احنا نشخصها من خلال الصور، صوروا لي مشكلتكم او حطوا لي صور الاشعة ايضا عبر تويتر وان شاء الله الدكتور رح يطلع عليها ورح نشخص لكم كل حالاتكم. رح اخذ اتصالين ورح ارجع للSMS دكتور نورس نايف، هذا منطرناه ماجد نايف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا نايف تفضل. الله يسلمك، كيف حالك يا دكتور؟ بخير يا نايف الحمد لله. دكتور الله يعطيك العافية، أنا كنت مركب تلبيسة السنين الأمامية اللي فوق. طيب. وبعدها طبعا كان في فراغ كذا بسيط فسكرتها بالتلبيسة، بعد التلبيسة ركبت تقويم جلست سنتين ونص، وعلى نهاية التقويم جيت كلمت الدكتور علمته بالتلبيسة فجاء نفس التلبيسة وصار فيه رجع الفراغ القديم، يعني طبعًا. كأني ما استفدت من التقويم طبعا. أنت علي؟ أي أخي لأنه أسنان بيتحركوا بعد التقويم. أيوة. تفضل. أيوة. وبرد الأسنان من تحت صغرت، صارت المفروض السنين اللي فوق الأمامية تصير أطول يعني بالطبيعي. أيوة أنا عندي صارت صغيرة وصارت فيها فتحة صغيرة طبعا. نعم. فما أدري طبعا. وضحت الفكرة نايف. نايف دائما أنت عملت تقويم لأسنانك فالأسنان صاروا بيتحركوا، بعد التقويم نعمل حاجة اسمها ريتينر مثبت للحالة حتى ما يتحركوا الأسنان بعد التقويم، وخاصة بتركيب الأسنان الأمامية من ركب إذا ركبنا كل سن لحاله حيردوا يتحركوا ويصير فراغ بيناتهم. نصيحتي إنك إذا بدك تلبس على سنين أماميين تجعلهم بتلبيسة واحدة، يعني جسر توصل بين السنين حتى ما يتحركوا ويصير فراغ بيناتهم، أو إذا لبست كل سن لحاله تخلي طبيب التقويم يركب لك ريتينر أو مثبت صحيح. لحالتك أو سلك من الداخل، وجدا في صعوبة من إلصاق السلك على التركيبات على فكرة يثبت لك الأسنان. ما بيكفي إنك تعمل تقويم وبعد ما تعمل تقويم تلبس إجباري حيتحركوا الأسنان، لازم تثبت حالتك تماما. في موضوع عذرا في اتصال شيء في بس في اتصال. طب بعد ما نرد عليه في شغلة اللي سأل عنها فهد. اتفضل. فهد سألنا عن زراعة أسنان بالفلبين، ذكرت موضوع صحيح. بسيط، أتمنى من كل شخص يزرع خارج المملكة إنه إذا زرع يجيب اسم الزرعة اللي هو حطه واسم التجاري، ليش؟ لأنه عم نتعذب، عم يجونا ناس مثلا زارعين ببلاد أخرى وبإذن يا دكتور أنا زرعت وما قدرت تلبس بالبلد الفلاني، يا ريت تلبس لي عليها. الزرعات شركات تجارية مختلفة سهلوا العمل علينا، وأي طبيب سواء هنا بالمملكة أو خارج المملكة بيزرع لك اطلب منه اسم الزرعة صحيح. اللي حط لك اياها بفمك صحيح. تمام؟ يعني كثير بيطلعون تماما هاي النصيحه، يعني الناس كثير بيطلعون للدول المجاوره لان يمكن عشان تكلفتها اقل طبعا، لكن لازم طبعًا. زي ما قال لكم دكتور نورس تجيبون اسم الزرعة، اسم يعني الزرعة. طبعا تقرير طبي احسن بيكون حلو. شو الزرعه اللي انحطيت شو طولها الى اخره، بس بالقليله الاسم التجاري. هاي نصيحه لكل شخص بيعمل علاج خارج المملكه يعرف شو اسم الزرعة، حتى ضمن المملكه لازم يعرف شو اسم الزرعه اللي انحطت أو تقرير طبي واضح فيها. نعم ناخذ مشاركة في جديدة تهامي معنا. ألو من جدة. ألو. ألو ألو. نعم حياك الله أخوي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام الرحمة الكريم، تفضل أخوي الكريم. عفوا نفسي أمينة، بس أنا عندي سؤال خارج الموضوع الله يرضى عليك. عاد مو بشرط بالموضوع، تفضل سؤال على السريع. الله يسلمك، عندي زوجتي من الشعر مظبوط عندها ذات تصلع بيجيها. طيب
من قدام فروه الراس هو ابغى مستشفى وعياده واي شيء يا اخت امينه. طيب. طب ابشر حاتك انت بجده صح؟ ايوه ايوه. طيب تقدر في دكتورين راح اكتب بخليك معايا راح اعطيك اياهم تحت الهواء. دكتور متخصص 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 فقط في الشعر في علاج مشاكل الشعر بلد كثير انا بعرفهم راحوا والحمد لله لقوا نتائج مره كبيره معاه ونبت الشعر معاهم بشكل مره روعه. فخليك معايا راح اعطيك اسمه ورقمه دكتورين راح اعطيك اسمهم ورقم وارقامهم وان شاء الله يعني بس ما تنسوني بالدعاء. خليك معنا اخوي على الهواء. طيب راح ارجع للاسم اس دكتور مساء الخير اختي امينه ماجد البلوي يقول عمري 25 سنه طاحت حشوه الضرس من 3 شهور مع العلم انها مؤقته يعني ما هي دائمه هل بتاثر؟ طبعا بتاثر. سقوط الحشوه المؤقته معناتها فضلات الطعام حتعبي هذا الفراغ تبع الحشوه المؤقته بسنك حتسبب تاكل وتنخر بسنك حتى لو ما كان في الم. انت لا سمح الله بطريقة فقدانك للسن بشكل دائم ربما تضطر لتخلعه اذا ما بتروح بتنظف اللي صار عندك وتحشيه اسرع ما يمكن الظاهر. ايضا مسج اخر محمد بشير يقول خلعت 5 من اضراس الخلفيه 3 من اليمين و2 من الشمال الاضراس 5 من الفك الفوق الان اللثه تحت يقول بيضاء وجان للاسف المسج مو كامل دكتور. طيب مش مشكله طيب. خلعت اضراس خلفيه بسرعه ازرع زي ما قلنا قبل شوي بسرعه قبل احسن ما وخاصه بالفك العلوي الخلفي حيصير تطاول للجيب الفكي اذا انت ما بتزرع حتعقد على حالك العمليه بعدين فاسرع ما يمكن راجع طبيب الزراعه. نعم ايضا علي حاج من جيزان عندي السن الامامي بالفك العلوي تم خلعها لعمل زراعه وعمل لي تركيبه متحركه مؤقته ولكن ما عملت الزراعه منذ سنه هل استعمال بس لنهينا ايضا اذا هو خلع سن امامي ولي سنه لهلا بعد الخلع اسرع ما يمكن راجع الطبيب لتزرع حلو. حتى ما تخسر عظم هاي منطقه اماميه مش لعبه نعم. يعني العظم فيها بشكل عام طبيعته رقيقه شوي العظم المنطقه الاماميه بالفك العلوي طبيعته قشريه رقيقه فيفضل بسرعه احسن ما تخسر العظم تبعه. نعم ايضا من احد مسببات رائحه الفم وجوه جرثومه في اخر اللسان ارجو افادتي بطريقه العلاج. نعم رائحه فم نغطيها بشكل كامل ان شاء الله هلا كم معنا اذا معنا وقت نغطي له اياها ان شاء الله بس حاقول لك بشكل مختصر نعم. شوف اخي رائحه الفم لاسباب متعدده وحكيناها بهالبرنامج اكثر مره اسباب خارج الفمويه واسباب ضمن الفم ضمن الفم بيكون تسوسات التهابات باللثه فراغات عم يعلق فيها الاكل جراثيم هي جراثيم لا هوائيه بشكل عام بتسبب هذه المشكله اذا بدك تعرف انه المشكله من فمك جيب خيط مرقه بين اسنانك نعم. واستنى عليه حوالي دقيقه بعدين ببين معك اذا منه رائحه او مرر قطعه شاش على ظهر اللسان نعم. استنى عليها حوالي دقيقه وشوف اذا طلع منها رائحه معناتها فعلا فمك هو السبب لابد من مراجعه طبيب الاسنان ليحدد لك المشكله في اسباب ثانيه جيوب نعم. انفيه احتقان لواز الى اخره في على اليوتيوب حتلاقي حلقه لي هنا مع المدام امينه بشكل كامل عن الموضوع نعم شكرا لك طيب هذا يعني اختبار سريع يعرفون فيه اذا كانت المشكله من الفم طيب نهله بتقول انا عمري 15 سنه تقول انا من مشكله اسناني مكتمله تقول كامله تقول لكن طلعت لي اسنان زايده شو السبب هل ممكن تطلع اسنان زايده فعلا لا هلا ربما في ازدحام عندها ربما اسنان زايده بس انا اللي اتوقعه انه ازدحام بالفك عندها يعني الفك حجمه اصغر من عدد الاسنان المناسب ففي اسنان نزلت مكانها وفي اسنان ما طلعت مكانها طلعت على جنب مثل الانياب خاصه نعم. راجعي طبيب تقويم حلك عند طبيب التقويم بشكل عام نعم ايضا احد الاخوان يقول انا الوالد ما عنده اسنان ابدا ابدا من 15 سنه تمام. هل ممكن انه يزرع اسنان الان عثمان هذا السؤال اللي سالتني اياه مدام امينه كان سؤال رقم 4 حتى التاخير في زراعه الاسنان نحن ما بنفضله بس الحمد لله الطب تطور كثير ممكن مثلا ينعمل له تطعيم عظم ممكن ينعمل له ردم للجيب في اجراءات نعم. كان اسهلكم لو انه زرعتوا له مباشره نعم. بس هلا ما في حلول برضه في حلول نعم طب ايضا بيقول عندي حبه في اللثه صغيره جدا من فتره لكن ما احس فيها باي الم هل اتركها او يقول اعالجها ورجيها لطبيبك الاسنان على الاغلب هي الحبه باللثه اذا غير مترافقه مع الم على الأغلب هي عبارة عن فتحة ناسور مرتبط مع خراج من سن في مشكلة بعصبه على الأغلب طبعا ما فيني أعطي أي تحليل للحالي بدون صورة الأشعة بدون فحص السريري بس أي مشكلة بفمنا لازم نروح ونراجع طبيب الأسنان فيها نعم رح نرجع للمشاركات الهاتفية ناخذ عمر معنا من مكة عمر
السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا عمر، تفضل. حالك أمينة طيبة؟ الحمد لله رب العالمين، تفضل أخوي. ما حشتينا والله الصباح مفتدناك ما ما تشوفون ما تشوفوا حس إن شاء الله ما تفقد غالب قريب إن شاء الله رح أرجع أطلع عليكم بمشيئة الله إذا ربي راد إن شاء الله. أتفضل. ممكن أكلم الدكتور؟ أكيد. تفضل يا عمر. دكتور عندي أخويا من يوم يعني عمره 3 سنوات و4 سنوات المخالة عنده سن. طيب. السن اللي فوقه اللي هو الناب، السن اللي فوقه طالع لكن ما هو نازل، ثابت في محله. بجوات العظم يعني ما تحرك. ايوه وما هي ينزل مره، ما ادري ايش المشكله. كم عمره اخوك هلا صار؟ الان عمره 20 سنه. 20 سنه، حل اخوك بسيط جدا على فكره. جراح اللثه زائد طبيب التقويم. طبيب التقويم بيفتح مسافه للناب، وجراح اللثه او جراح الفم طبعا بيكشف اللثه وبينحط زر تقويمي وبينشد هذا السن شوي شوي لينزل مكانه. هذا موضوع اسمه كشف الأسنان الغائرة جراحيا. عرفت كيف؟ وبرضه هذا موضوع غطيناه كمان بتلاقي على اليوتيوب إن شاء الله موجودة. إنما راجع طبيب تقويم وطبيب لثة وبيحلوا لك إن شاء الله. عمر شكرا. متهنين عمر. أنت البرنس شكسبير. أيوة إيه حياك شكسبير. والله عدد من جد وحشني، يعني وحشني حتى أنا صباحك ألف وحشتني المناوشات اللي في الصبح. شكرا. والله قايمين علي أمين الله يعين بس. لا معليش إن شاء الله ردك قريب وإن شاء الله جيشنا راح يقوى من جديد بعد. شكرا لك يا عمر. يا هلا فيك. ماجد ناخذ ماجد من مكة. ماجد. هلا. يا هلا بك زود يا ماجد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام حياك. ماجد. كلمة الدكتور. أكيد. ماجد. أنت على الهوا يا ماجد تفضل. دكتور عندي سؤالين، السؤال الأول في واحد من الأسنان الأمامية اللي في الفك السفلي من فترة يعني الكلام هذا ما له شهر يعني مجرد ما حط يديني على السن يعني حس بارتياح كذا شوية. كشفت عنده عند دكتور فقال لي استعمل مهدئات وفي نفس الوقت مضمض موية وملح لمدة أسبوع، إذا ما هدا تعال لي لأنه يبغى لك شغل، وأنا والله خوفني كلمة شغل هذا أنا ما أعرف إيش يبغى بالضبط. لا إن شاء الله مشكلتك بسيطة. هذا اللي صار عندك احتقان بالسن، هذا السن ما في تسوس أبدا؟ لا ما في تسوس. اللثة حواليه سليمة ما لها ملتهبة؟ يعني مجرد ما أحط إصبعي عليه أحس إني كذا هدا الألم، مجرد ما أشيل يدين يعني كأنه العصب ضاغط على السن وحاسس. يعني أنا أتوقع احتقان بالعصب بصراحة، اتوقع ببدايه المشكله طبعا. لا شغل يعني شغل ماكسيموم، هذه اقصى حد يعني بيكون سحب عصب تنظيف اللثه حوالي السن. عملك طبيب اشعه ولا لسه؟ لا لسه. طيب روح له بموعد يكون هو فاضي ورايق ليك، بيعملك اشعه وبيعطيك الجواب الدقيق ان شاء الله اذا على لحالتك. نعم قدام معلش اللي حنطلع فاصل يا ماجد راح ياخذونا تحت الهواء. شكرا. ارسلوا رساله ماجد وشوف لك اياها بالضبط او ارسل SMS وان شاء الله راح اقراه. شكرا لك عموما وقدامك العافيه اخوي الكريم. مستمعينا الكرام كل اللي حابين تشاركوا معنا في حلقتنا اليوم سواء عن زراعه الاسنان او اي مشكله ثانيه حابين تطرحونها على ضيفي اليوم الدكتور نورس خير الله اخصائي امراض اللثه وزراعه وتجميل الاسنان من عيادات ابله، لكل اللي حابين يتشاركوا معي عبر الاسم اس مشتركين الاستيسيا 84 7700 ومشتركي موبايلي على 640660 زين 74 6262. ايضا تشاركوا معي عبر خط هاتفنا المجاني على 02 61 61 100 وتويتر على @الف_الف_fm. فاصل ورح نرجع نواصل، فابقوا معنا. لكل اللي حابين تشاركوا معنا اليوم بالعيادة المسموعة طبابة ألف سواء بموضوع زراعة الأسنان أو إذا كنتم بتعانون من أي مشكلة ثانية وحابين تطرحونها على ضيفي لليوم الدكتور نورس خير الله أخصائي أمراض اللثة وزراعة وتجميل الأسنان، للمشاركة معي عبر الاسم اسم مشتركين الاستيسيا 84 7700 وأيضا مشتركي موبايلي على 640660 ولكل مشتركين زين على 74 6262. واللي حابين يتواصلوا معي بشكل مباشر عبر خط هاتفنا المجاني على 02 61 61 100. أيضا أنا بانتظاركم على تويتر على @الف_الف_fm. دكتور نورس رح أرجع ناخذ على السريع الاسم اس. بتقول أم إبراهيم أنا أبي تقول أصلح أسناني وكل مرة أروح الدكتور بيقول عندك ضعف في الجذور ولا أقدر أسوي لك أي شيء. بتقول أيضا لأنها صفرة وعندي فتحة كبيرة في الأسنان الأمامية اللي تحت. طيب أتوقع تخيلت حالة أم إبراهيم، هي عبارة عن أتوقع كده طبعا أنه أسنان لثة ضعيفة لأنه عملوا جذور ضعيفة وهي حابة تعمل تجميل كأنه لأنه قالت لون أسنان أصفر وفراغات. أكيد الأطباء في معهم وجهة نظر بالموضوع أنه إذا
إذا اللثة ضعيفة يفضل نخفف الشغل قدر الإمكان إلا شغل علاج اللثة، يعني التنظيف والعناية بالعظم واللثة المحيطين بالأسنان، بيكون التجميل آخر اهتمامنا ساعتها. طبعا إذا الأمور لهالدرجة معقدة عندك ومضايقة كتير من ناحية التجميل، اعملي استشارة مع طبيب لثة واعملي استشارة ثانية مع طبيب تجميل، وخليهم ينسقوا ويتعاونوا بينات بعضهم، إن شاء الله بتحصل النتيجة أنت بدك إياها. نعم. أنا ودي أم إبراهيم بس قلت لي لحبيبة قلبي أنت من وين عشان أقدر أساعدك، يعني أوجهك العيادة أنك تروحي لهم. عموما أي أحد محتاج أي دكاترة تواصلوا معي على تويتر، أنا إن شاء الله راح أفيدكم بأفضل الدكاترة اللي يعني يكونون فعلا على مستويات عالية وينصحونكم نصائح، يعني حتى لو يعني تتواصلوا معهم على تويتر يعني فعلا يعطونكم الوجهة الصحيحة. طيب راح أرجع إذن للمسجات. عندي طفلة عمرها 5 سنوات دائما تحب يقول تطلع سرير من أسنانها وأخاف تعدم، شو الحل؟ تنعدم عفوا، وأخاف تنعدم، شو الحل؟ 5 سنوات سرير دائما عوامل نفسية، تنتبه على نفسية صغيرة يمكن تعاندها. هلا أحيانا وقت بيجي طفل بيجي له أخ مثلا بتلاقي أنه شوي بيزعل برضو. السرير عند الأطفال موضوع خارج عن اختصاصي، عذرا منك يعني أختي الكريمة، ممكن تراجع طبيب أثناء أطفال تسألي عن هالموضوع. نعم يعني وممكن عارفة من كثر ما تقولي لها لا تسوي ممكن أنها هي ترد تسوي، بس يعني كلفت انتباه مثل ما قال الدكتور أو يعني نعرف إحنا الصغار بالسن هذا حل اللي بيعاندون. حاولي أنك تجيبينها بطريقة دبلوماسية ثانية، يعني حتى لو تورينها أفلام على على اليوتيوب ودا قد إيش ممكن يأثر إن أسنانها تصير بشعة لو قعدت تسوي سرير بالأسنان. هي على طول هي من نفسها تتوقع أنها حتبطل. طيب عندي ارتفاع في مستوى اللثة أثرت في ظهور جذور الأسنان، أبي إفادتكم. الباشا عمري 40 سنة من مكة. طيب أخونا الباشا، هلأ إذا ارتفاع بمستوى اللثة وظهر جذور الأسنان هذا نوعين، إما بيكون موضع يعني موجود على سن سنين أو معمم على كامل الفم. إذا كان موضع ما في أسهل من إجراء عمليات جراحية تجميلية باللثة بتنتهي المشكلة. إذا كان معمم فيفضل أنك بسرعة تراجع أخصائي اللثة أحسن ما يصير خسارة أكثر. صحيح. ولا سمح الله تنتهي بخسارة الأسنان. نعم. أذكركم مرة ثانية بأرقام تواصلنا لكل الحابين تشاركوا معنا عبر الاسم اسم مشتركين الاستيسي على 84770 موبايلي على 640660 وأيضا زين 7462 62، وللمشاركة الهاتفية المجانية راح تكون على الرقم 02 61 61 100، وتشارك معايا على تويتر على @@ألف ألف أفأم. رح نرجع للمشاركات الهاتفية. معانا محمد من الرياض. محمد ألو ألو يا محمد. طيب ناخذ مروان هم بعد من الرياض. مروان أهلا. يا هلا بك، حياك. كيف حالك يا أمينة؟ طيبة الحمد لله. حياك الله يا مروان، وحيا الله كل مستمعينا في العاصمة الغالية. كيف حالك يا دكتور؟ عساك طيب. هلا يا سيد مروان، أهلا وسهلا. الله يخليك حبيبي. أنا عندي مشكلة من سنتين تقريبا، كل ما أفرش أسناني لثتي على طول ملتهبة، يعني ما عالجت ولا شيء، بس أتوقع من المعجون أو شيء ما أدري والله، بس إلى يومك هذا. بس روح عن طبيب أسنان، عمل تنظيف أسنان عنده. دائما قلنا اليوم بأول حلقة نزول الدم أثناء تفريش أول علامة من علامات التهاب اللثة. عمل تنظيف أسنان عن طبيب الأسنان كل 6 أشهر. بعد ما تعمل تنظيف عن طبيب الأسنان هو بيقرر إذا يعطيك مضمضة ولا لا، وإن شاء الله مشكلتك تنتهى إذا الله راد. طبعا الله. فرشات الأسنان القاسية إلى دور، يفضل تكون طرية بهيك حالات بس. والمعجون نفس الكلام؟ المعجون مو لهالدرجة إلى دور كبير بصراحة، يعني أنت غير معجونك إذا أنت متضايق منه. معجون أنا بغيره وقت بيتحسس المريض منه، وبصراحة ما صادفت غير حالي واحدة بالعيادة على مدى السنوات من العمل، ما لقيت غير مريض واحد يتحسس من معجون الأسنان فعلا. فعلا عمل له حساسيه بباطن الخد وبالشفاه. نعم. واللسان غيرنا له. ما شفت حالي ثاني انا بصراحه. المعجون دوره الثانوي، التفري الفرشات هي الدور الاهم. نعم شكرا لك يا مروان، قدامك الله يعطيكم العافيه. هلا مروان. يا هلا بك. اشكر كل اللي بتواصلوا معي على تويتر. اخوي الدكتور يعني حاط صوره غتره بيضة، احنا جاوبنا على سؤالك، اتمنى انك سمعت الاجابه. عصام سعد شايع بيقول للدكتور اخوي عمره 13 سنه وعنده انيابه طويله، ايش الحل؟ 13 سنة وأنيابة ما فينك تحكم يا أخ عصام على طول الأنياب بهيك عمر صغير، يعني السنة لسه وضع الفك ما استقر عند أخوك تماما، يعني مش حضرتك بتقيم طول الأسنان، بدك تأخذه عند الطبيب تشوف معه. بس عموما ما أظن أنه عنده مشكلة بعمر 13 سنة، لا نقيم من ناحية تجميلية بعمر 13 سنة أبدا.
أخوي إبراهيم الواصل كثير تكلمنا عن يعني حتلاقي سلسلة على اليوتيوب كلها سلسلة كاملة عن تبييض الأسنان وأنواعها وآخر شيء نزل في تبييض الأسنان اللي هو الزوم. ادخل على اليوتيوب رح تلاقي سلسلة كاملة من الحلقات. أيضا بنوني أو العالمي بيقول أنا عندي بقع بيضاء في الأسنان سويت تنظيف ولسه عباء يعني مستل موجود البقع البيضاء هذه. هل هو نقص فيتامين ولا ايش العلاج؟ احيانا بيكون نقص كالسيوم احيانا على اغلب هو نقص كالسيوم على فكره. احيانا البقعه البيضاء هي بدايه التسوس. انتبه من هالموضوع يعني زي مثلا هذا الرخام الموجود على بالمطبخ عنا اذا انكب عليه شويه حمض بتلاقي صار شكله طبشوري. فنفس الشيء التسوس مواد حمضيه عم تكون موجوده بفمك ربما بداية تسوس. انتبه من هذا الموضوع. وأحيانا ربما بس هي بقعة بيضاء مش أكثر من هيك. نعم. أيضا أحد الأخوان بتويتر بيسأل عندي أسناني تتآكل من الأعلى ويتآكل لين تروح الطبقة الأولى من قشرة السن كاملة. إيش الحل يا دكتور؟ تتويج الأسنان وحمايتها تركيبها. حلو يسوي له تتويج. تتويج إذا كان تأكل شديد. إذا كان تأكل بأوله بنحط حشوة من نوع خاص تمنع التأكل. نعم. أحمد عبد الله بالنسبة لحضرتك يقول أمينة أطفالنا 24 ساعة بيأكلون حلويات شو الحل؟ بالذات أطفال السنتين. إيش رأيك يا دكتور؟ يعني هذا راجع للأهل. نحن عم نأكل حلويات 24 ساعة. للأسف. يعني هذا راجع لسلوكيات الأهل. هم اللي يعلمونهم إن هم الصغار إيش يعطونهم إيش اللي ما يعطونهم ومتى يعطونهم بعد. أيضا مطعون بيقول كيفكم أنا عندي مشكلة في أضراس العقل المدفونة إن منحرفة. عرض علي الدكتور قال لازم عملية جراحية للثة. إيش رأيك يا دكتور؟ لا أنت أضراس العقل ما دخلهم باللثة بس هو لازم تنشأ اللثة فعلا وينشأ له أضراس العقل إذا هم ضاغطين أو عاملين مشاكل. نعم. أيضا بندر الدعبي بيقول علاج الفطريات اللثة كيف الوقاية منها دكتور؟ تماما. الفطريات لثة جزء من الجسم. الفطريات أحيانا بتطلع عنا على الجلد بسبب نوعية غذائنا السيء بسبب صحتنا السيئة. فنفس الشيء بالنسبة للثة. صحة فموية ممتازة تتعلق بالتفريش الأسنان. عدم استعمال مضامات دوائية من حالك لازم تحت إشراف طبيب. وبرضو العناية بالغذاء المكمل بالفيتامينات وهالقصص وإن شاء الله ما بيكون فيه فطريات بالفم. نعم. مستمعينا الكرام كل الحابين يتواصلون معنا عبر الاسمس مشتركين الاستي سي احنا بانتظاركم على 84770 ومشتركين موبايل على 640660 وايضا شاركونا مشتركين زين على 746262 وكل اللي حابين تشاركوا معنا ايضا عبر خط هاتفنا المجاني على 02-61-61-100 وتشاركوا معنا على تويتر على @@FM. رح أخذ أيضا من المسجات بتقول عندي تسوس عمري 16 سنة في أسناني حامل في الشهر الثالث. إيش الحل دكتور؟ دائما كاتبة تخلعها ولا لا؟ لا ليش تخلعيها 16 سنة كمان صغيرة يعني. دائما نحن منفضل أنه العلاج يكون بمنتصف الحمل لا بأول الأشهر ولا بآخر الأشهر. يعني هي قربت تفوت على النصف الثاني من الحمل إنما مش معناتها نهمل أسناننا. يعني حلو. إذا موجود عندك تسوسات في إجراءات بتنعمل مخدر خاص للحوامل إجراءات بسيطة على قد المشكلة الموجودة على أن تكمل لاحقا بعد الولادة بالسلامة إن شاء الله. نعم. للأسف الوقت دهمنا دكتور نورس. أنا جدا يعني ما شاء الله تبارك الله الوقت مر سريع. الله يعطيك العافية. وهذه أول إطلالة لكم في طبعا بعد عودة يعني بعد غياب. صحيح بعد غياب وإن شاء الله سلسلة من الحلقات ناجحة والأكثر من رائعة. شكرا لك دكتور. هين مدام شكرا لك. مستمعينا الكرام أشكر كل اللي تواصل معي اليوم سواء عبر الاسم أساس عبر مداخلاتكم الهاتفية وعلى التويتر. إن شاء الله راح أظل متواصلة معكم إلى الساعة الخامسة. راح أكون معكم في الساعة القادمة من عصريات بالوصفات السريعة والخفيفة اللي من بيتنا. لكل الوصفات اللي أنتوا تحتاجونها تشاركوا معي على أرقام تواصلنا. راح نطلع الأخبار ألف ألف FM اللي دوما تأتيكم على رأس الساعة.